Hello everybody, today we'll talk about energy in remote controlled car. الطاقة في السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد. هنتكلم في درسنا النهاردة عن الطاقة وان هي ازاي بتتغير من حاجة لحاجة. Most of energy we use is produced inside the sun. أغلب الطاقة اللي بنستخدمها أو بنحصل عليها بتكون ناتجة من الشمس. Energy can be changed from one form to another. الطاقة بتتغير من شكل إلى شكل آخر. Different devices can convert the light energy. يعني بعض الأجهزة بتحول الطاقة الضوئية that comes from the sun اللي بنحصل عليها من الشمس into different forms of energy. لأشكال أخرى من الطاقة such as in solar powered calculator زي الآلة الحاسبة اللي بتعمل بالطاقة الشمسية. The solar cells الخلايا الشمسية changes the energy of sunlight into electrical energy بتغير الطاقة الضوئية اللي موجودة من اللي بنحصل عليها من الشمس من ضوء الشمس لطاقة كهربية which is used to operate the calculator اللي بنستخدمها عشان تشغل الآلة الحاسبة. يعني لو لاحظنا الآلة الحاسبة الموجودة قدامنا دي فيها solar cells اللي هي إذا حطينا الآلة الحاسبة في الشمس change light energy from the sun بتحول الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس into electrical energy إلى طاقة كهربية بتساعد الآلة الحاسبة إنها تشتغل. Most devices depend on electricity. يعني جميع الأجهزة بتعتمد على الكهرباء عشان تشتغل and to generate electricity وكمان لتوليد الكهرباء. We can convert the energy of the sun in different ways وبنقدر كمان نحول طاقة الشمس بطرق مختلفة. اللوحات الموجودة في الصورة اسمها solar cells اللي هي الخلايا الشمسية بتعمل ايه دي؟ change the light energy from the sun into electrical energy بتحصل على الطاقة الضوئية الموجودة في الشمس وتحولها إلى طاقة كهربية بنشغل بيها الأجهزة عندنا في البيت أو اللمبات أو لإنارة الشوارع أو لتشغيل الآلات في المصانع أو للألعاب. لها كذا طريقة لاستخدام الطاقة الشمسية. هنتكلم دلوقتي عن جزئية جديدة في درسنا النهاردة وهو Energy in Remote Controlled Cars يعني الطاقة في السيارات اللعبة التي يتم التحكم فيها عن بعد. بس في البداية عندي سؤال على الصورة اللي قدامنا دي. The child in this picture use a remote control to move the car. هل الطفل اللي قدامنا ده بيستخدم remote control اللي هو جهاز التحكم عن بعد عشان يحرك السيارة اللي قدامه اللعبة دي؟ طبعا لا. No. الصورة التانية اللي قدامنا دي. The child in this picture can move the car remotely. بيحركها بالريموت. بيحرك السيارة بالريموت. هل الكلام ده صحيح؟ Yes. هنتكلم دلوقتي عن الطاقة اللي بتحرك الألعاب اللي بالريموت كنترول. Energy in remote controlled cars. Many toys such as cars, trucks, planes, boats and small robots may operate remotely. يعني بعض الألعاب زي العربيات وعربية النقل والطيارات والمراكب وكمان الروبوتس الإنساني الآلي الصغير دول ممكن يشتغلوا من خلال الجهاز التحكم عن بعد. However, all of these toys need energy. ومع ذلك كل الألعاب بتحتاج لطاقة to move and perform activities عشان تتحرك وتعمل الأنشطة بتاعتها like spinning in the corners اللي هي الدوران في الأركان and moving forward or backward remotely يعني التحرك للأمام وللخلف بواسطة الريموت كنترول. How do these toys get energy؟ كيف تحصل هذه الألعاب على الطاقة؟ Batteries inside the toys البطاريات الموجودة جوه الألعاب are the source of chemical energy بتكون مصدر من مصادر الطاقة الكيميائية that is converted into electrical energy اللي بتتحول لطاقة كهربية. The electrical energy الطاقة الكهربية is converted into kinetic energy or sound energy بتتغير إلى طاقة حركية أو صوتية. To move the toys and make them perform
their activities عشان تحرك الألعاب وتخليها تعمل الأكتيفيتيز الأنشطة بتاعتها. يعني الألعاب بتحصل على الطاقة من خلال الباتريز اللي هي أصلا فيها كيميكال إنرجي وبتتحول إلى إلكتريكال إنرجي اللي هي الطاقة الكيميائية اللي في البطاريات بتتحول لطاقة كهربية. وبعد كده the electrical energy is converted into kinetic energy or sound energy والطاقة الكهربية اللي حصلنا عليها بتتحول لطاقة حركية أو طاقة صوتية اللي هي بتحرك الألعاب وبتخليها تعمل أصوات. To move the toys and make them perform their activities عشان تحرك الألعاب وتخليها تعمل المهام بتاعتها تطلع لقدام أو تلف أو ترجع لورا بالريموت كنترول. What do we do when the batteries of these toys run out؟ هنعمل ايه لو البطاريات خلصت؟ عندنا حلين. Batteries can be charged by connecting the device to a nearby charger ان احنا نشحن البطاريات في شاحن قريب مننا، or by replacing the old batteries with new one ان احنا نبدل البطاريات القديمة ونشتري بدلهم بطاريات جديدة. وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، نتمنى يكون درسنا النهاردة بقى سهل وبسيط بالنسبة لكم. Thank you for your watching and goodbye.